ثلاث ازايز لازم يكونوا موجودين في اي عربيه فول في الشارع، ثلاث ازايز دول. النهارده مع شيف المطاعم الشيف وليد سند هنعرفكم ايه ازاي نعمل الثلاث ازايز دول، تابعوا معانا الفيديو. اول حاجه هنعمل الدقه، معانا ميه، كوبايه ميه 250 جرام، بعدين عندنا عصير ليمون، عصير ليمونتين ثلاثه. طبعا لو هتتركن الدقه دي، لو هتتركن اكتر من يوم حاولوا تخلوا الليمون الفريش على الفول على طول. الليمون بيمرر لما يقعد ايام كتيره بيمرر، يعني حاولوا تخلوها الازازه استخدام يوم. عندنا ميه وايه وليمون، وعندنا معلقتين خل، يعني لو هتركنوا الازازه دي اكتر من يوم حاولوا تستخدموا الخل وايه وبلاش الليمون. بعد كده هنجيب كيس بلاستيك عشان ندوق ايه المكونات، ولو فيه هون يبقى افضل. عندنا معلقتين ثوم بالشكل ده، معانا قرن فلفل اخضر شطه، ومعانا كمون، معلقه كمون كده كبيره، وعندنا ايه معلقه كزبره، وشطه ايه مجروشه معلقه كبيره، وطبعا ايه معلقه الملح بتاعتها. ومعلقه بابريكا كبيره اللي هي الفلفل الحلو عشان يبقى لونها ايه احمر معانا. وندوق بقى ايه كل ده. اهو بصوا بقى اتعامله معانا ازاي. هنبتدي بقى ايه ننزل كل المكونات دي. هي دي دقه الفول او دقه الكشري الاصلي. الريحه طبعا ايه مش هقول لكم. وبكده ايه تكون خلصت معانا، دي دقه الفول او دقه الكشري. وطبعا ممكن نضرب الخليط كله في الخلاط عشان يبقى ايه ناعم معانا. هنبتدي بقى ايه نعبيها في الازازه بالشكل ده. الريحة طبعا ايه خطيرة. وبكده ايه دي اول ازازة معانا. ممكن بقى نخرمها من فوق هنا وايه وننزل بيها. دي ايه اول ازازة. ازازة الدقة للفول والكشري. عندنا بعد كده الطحينة، كوباية طحينة خام. الطحينة يا دوبك بس ايه بتتخفف، بنخففها بتلاقوها خفيفة كده عند ايه عند بتوع الفول والفلافل عربيات الفول ايه بتتخفف بزيت، ما ينفعش تخفف بمية عشان تقعد معانا ايه فترة طويلة بالشكل ده. والزيت زيت ذرة. هبصوا بتخف معانا ازاي؟ يعني الازازة كوباية الطحينة عليها نص ازازة زيت ذرة بالشكل ده كده. ونعبيها تاني ازازة. اهو بصوا خفيفة ازاي معانا. دي اللي بنلاقيها ايه خفيفة بتترج ايه عند بتاع عربيات الفول والفلافل. وبكده ايه دي تاني ازازه معانا. دي الطحينه المخففه تترج كده وتتحط على الفول. دي تاني ازازه معانا. ودي ايه تالت ازازه معانا.
الزيت الحار. طبعا الزيت الحار دوت بيبقى ايه، مخفف، نص زيت حار ونص ايه زيت ذره، عشان بيبقى ايه شديد معانا، فالافضل انكم ايه تخففوه نص ونص. ده كده ايه الزيت الحار. وبكده ايه نكون عملنا ايه 3 ازايز، دقة الفول، دقة الفول بتترجي كده، وعندنا طحينة، طحينة مخففة في زيت، وعندنا ايه الزيت الحار بالشكل ده. عندنا الفول بالشكل دوت، بنحط عليه شوية الدقة وشوية الطحينة المخففة والزيت الحار بالشكل ده، ونهرس يطلع معانا احلى فول عربيات، الفول بتاع الشارع. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة، قناة شيف المطاعم الشيف وليد سند.